وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تركز وقصفها على عدة قطاعات لتجمع قوات الاحتلال المغربي. وزارة الشؤون الخارجية الصحراوية تصدر بيانا حول تورط مملكة الاحتلال المغربية في عملية التجسس التي شملت عدد من الحكومات ومنظمات المجتمع المدني. تيمور الشرقية تجدد دعمها القوي لكفاح الشعب الصحراوي العادل وحقه في تغيير المصير والاستقلال. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، أقدمها لكم مباشرة من تلفزيون الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى التفاصيل. استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تخندقات قوات الاحتلال المغربي بهجمات جديدة ومركزة على قواعد جنود الاحتلال بعدة قطاعات حسب البلاغ العسكري الصادر عن وزارة الدفاع الوطني. وزارة الدفاع الوطني، البلاغ العسكري رقم 254. بسم الله الرحمن الرحيم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، صدق الله العظيم. نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي الأماجد هجمات جديدة ومركزة استهدفت جحر وتخندقات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من جدار الظل والعار. وخلال اليوم الجمعة 23 من شهر يوليو استهدفت وحدات جيشنا الباسل المواقع التالية: قصف عنيف استهدف منطقة قرب حريش الديرت قطاع حوزة، قصف مباشر استهدف شمال حريش الديرت قطاع حوزة، قصف مدمر استهدف منطقة العيديات قطاع الجلتة مرتين متتاليتين، وسماع ذوي انفجار قوي وشهدت أعمدة الدخان تتصاعد، قصف عنيف استهدف جرارت الفرسي قطاع المحبس، قصف مباشر استهدف رؤوس صبطي قطاع المحبس، قصف مدمر استهدف جرافتين وتم تدمير إحداهما تدميرا كاملا في منطقة حفرة أشياف قطاع البقاري. وتستمر هجمات سود جيش التحرير الشعبي الصحراوي الأشاوس مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الظل والعار. بالبندقية ننال الحرية.